اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكلت امك. يلا بينا نروح على الصين، نروح على الدول الغربيه في بعض الاكلات اللي بتجذب الانظار والطعم وكمان المعده بتشتاق لها. جوزك بيسافر، رحنا سمعنا شفنا فيديو على السوشيال ميديا الاكل الصيني. النهارده معانا التشيكن اللي هي صدور الفراخ، هنرحمها من جو الشاورما ومن جو ان احنا نعملها كريسبي او ماليه، فخلينا نعملها النهارده من المطبخ الصيني ولكن بخفه دم مصريه. هي صدور فراخ مع تشكيله من الخضار، اذا كان كرومب، اذا كان خس بلدي، الخس البلدي يخش في الاكله، الجرجير ممكن نستخدمه، الخيار ممكن نستخدمه في الاكل الصيني، كل الماتيريال يتميز المطبخ الصيني او المطبخ الياباني او الماليزي او الاندونيسي نفس المدرسه دي بتشكيله الخضار ولطافتها. معانا البروكلي النهارده هنعمله بالسويت اند صور، البروكلي لطيف وجميل، البروكلي الاطفال بيحبوه، الكبار بيحبوه، دايما في العيادات التغذيه بيتصدر القائمه الاولى في انواع الخضار، بروكلي كرومب استخدميه. النهارده هنعمله بطريقه جديده ونعمله بجو روح السنه الجديده، السنه الميلاديه يا رب تكون سنه سعيده وهنا وسرور وامن وامان على كل اللي بيتابعونا وبيشوفونا من خلال شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه. تعالوا مع بعض ناخد فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل نشوف النودلز بالخضار من المطبخ الصيني، فراخ تشيكن تشاينيز من المطبخ الصيني، البروكلي بطريقه جديده وبروح تانيه، الكلام ده بعد الفاصل. نصيحه مني يعني معلومة غير معلومة بتفاصيل صغيرة بمقادير بسيطة وسهلة في متناول الجميع، مطبخك بيكون له شكل وله رونق وله مظهر تاني، الكلام ده اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، تفاصيل صغيرة ولكن المعنى كبير والطعم جديد. احنا النهارده بنجيب بعض الاكلات المشهوره في المطابخ الغربيه وليكن هو مثلا المطبخ الصيني. يعني ايه تشيكن من تشاينيز من المطبخ الصيني او تشيكن على الطريقه الصينيه؟ المسمى المنيو بتاعه لما نروح على بعض المطاعم يقول لك والله انا عندي التشيكن التشاينيز امر يا باشا، تحب اقدم معاه رز ابيض ولا بطاطا بوريه ولا نودلز وهكذا من الحاجات اللي احنا بنشوفها او بنسمع عنها. فخلونا نعمل الفراخ النهارده على المطبخ بطريقه المطبخ الصيني، ومعانا النودلز اللي هي مصنوعه من دقيق الرز، كلنا عارفين النودلز اللي هي المكرونه الصيني بتتعمل من دقيق الرز، ممكن تتعمل برضو من دقيق القمح عادي، بس طبعا طالما هي بيضه شفافه بتتعمل من دقيق الرز، تفاصيلها ما بتاخدش وقت كبير في السوى ولكن بيبقى شكلها جميل مع اطباق الباستا. معانا البروكلي النهارده هنعمله سويت اند صور، استخدامنا لانواع الخضار اللي هي من خير ارضنا، معانا الاخراج الجميل والاساتذه المصورين، معانا خيار ومعانا كوسه ومعانا فلفله ملونه وبصل ومعانا كمان الخس البلدي بتاعنا هيكون هو الرئيسي في الطبق الفراخ بتاعنا النهارده. تعالوا مع بعض نشوف مقادير التشيكن تشاينيز. معانا صدور فراخ متقطعه شرايح، معانا خس بلدي، ومعانا كابوتشا، ومعانا بصل وتوم، صويا صوص، زيت سمسم ده اساسي في المكونات بتاعتنا، ومعانا فلفله حلوه ومعلقتين من النشا. تعالوا نشوفوا نعملها مع بعض ازاي بطريقه سهله وبسيطه. اهم حاجه عندنا طاسه بتسخن على النار. الادوات بتاعه المطبخ الصيني دايما بتلاقوها طاسه شكلها لطيف وجميل كده، وكمان المعلقه اللطيفه اللي بيقلبوا بيها، والسكينه او السطور، وكل انواع الخضار الموجود. اول حاجه الفراخ متقطعه عندي، خلونا نتبلها مع بعض كده سريعا. تتبيله الفراخ قبل ما ان احنا نحطها على النار او ان احنا نحمرها، معلقه فلفله حلوه، طبعا بنبعد بقى عن المايونيز والزبادي في تتبيلة الفراخ ده في الشاورما. ادي الصويا صوص على الفلفلة الحلوة، طبعا استخدامنا للملح هنا مفيش خالص، بناخد بياض بيضة اهو في تتبيلة الفراخ دي، حاجة جديدة يا عم الشيف. بياض بيضة اهو زي الفل. الصفار ده بنخليه على جنب، بنستخدمه في طبق اومليت عادي مفيش اي مشكلة. يبقى انا حطيت بياض بيضه مع الفلفله الحلوه، معانا كمان يا عم الشيف معلقه نشا في المقادير، نخليها كمان واحده زي الفل. فص ثوم ناعم ده في التتبيله، معانا جنزبيل طازه فريش بناخد منه قطعه حلوه بنقطعها كده،
جنزبيل أساسي في ماتيريال المطبخ الياباني والصيني والأندونيسي والماليزي. أنا بتكلم على المطابخ المشهورة بكل أنواع الجنزبيل. هنمسك الجنزبيل ده نقطعه. فوائد الجنزبيل لا تعد ولا تحصى، خاصة في أيام الشتاء. المشروب الصحي اللي احنا كلنا عارفينه مشروب الجنزبيل بالقرفة. تشرب ايه؟ جنزبيل بالقرفة. تحب تاخد ايه؟ جنزبيل بالقرفة. ليه القرفة مع الجنزبيل؟ الاتنين طبعا في ليفر لطيف وجميل، بينهم مع بعض علاقة قوية وعلاقة صداقة. الاتنين بيجتمعوا في كوب ماء مغلي مع جنزبيل طازة زي ده كده مع عود قرفة، احلى مشروب في ايام الشتاء. قلبنا الجنزبيل الحلو ده مع الفراخ مع التومة الحلوة مع الصويا صوص، كلهم على التقليبة الحلوة دي كده اهو، ومعانا زيت شديد الحرارة. في مدرستين للطهي، يا اما الفراخ دي تتحمر وتحط عليها الخضار كله ني في ني ويبدا يستوي، يا اما الفراخ دي تتحمر الاول في الزيت كانك بتحمري فراخ كريسبي وتاخد اللون الكريسبي والشكل الكريسبي بإضافة النشا ليها وبياض البيض، وبعدين بنضيفها للخضار. دي مدارس، خلي بالك. هتعمل ايه يا عم الشيف من المدارس دي؟ هحمر الفراخ دي في زيت شديد الحرارة للأمانة. ليه يا عم الشيف؟ عشان أكسب وقت. حلو الكلام؟ هناخد الفراخ كده في قلب الزيت وهو سخن، بنحمرها هنا كده. طبعا لما حطيت نشا وبيض بياض بيض هيخليها تبع كريسبي معايا. أجهز بقى الخضار الحلو. الخضار هنا ده صورة مفتوحة بقى. أنا تعمدت النهاردة أستخدم خيار بتاعنا عادل بنستخدمه في السلطة. هنشوف نستخدمه إزاي مع بعض. هسيب الفراخ تتحمر. معانا خيار، معانا كابوتشا، معانا بصل أخضر، معانا جزر. هنشوف نعمل إزاي تشكيلة من الخضار اللطيفة الحلوة اللي بيبقى شكلها حلو في أطباق الأكل الصيني. الخيار هنا بيتقطع بالشكل ده كده، هتقشره؟ لا. هتبشره؟ لا. انا مش هعمل سلطه الزبادي بالخيار اللي انت عارفاه. حلو، اضحكي. هو ده كمان واحده، يلا بينا اهو. الخيار ده مع طعم الفراخ او طعم اللحمه لما بياخد صويا صوص، الخيار فيه ماده سكريه احنا كلنا عارفين، مع الصويا صوص مع زيت السمسم. الله. حلو، معانا جزر، جزر هيبقى له تقطيعه تانية عشان ما ياخدش وقت كتير في السوا. بنقطعه شرايح كده الاول، بعد ما بيتقطع شرايح يا عم الشيف بنقطعه طول. كل ده والفراخ بتستوي في قلب الزيت، خلي بالك. الجزر اتقطع كده، الجزر ده انا بقطعه يعني هنا بيلعب دور مهم جدا اكتر من الطعم، اللي هو بيبقى لونه حلو في قلب اللحمه بعد ما بتستوي. اللون البرتقاني ده من فواتح الشهيه، يا نعم من فواتح الشهية، مع ان انا حاطط لك فيها بصل اخضر ومدلعها لك علشان عيني. حاضر، اللي يضايقك اشيله. الوجود الخاص سوري الجزر هنا اللون البرتقاني، نكمل ايه علاقتنا بالالوان، بيفتح الشهيه يعني نفسنا قافله ومش عايزين ناكل، بص على اللون البرتقاني على طول نفسك هتتفتح. ناخد البصل الاخضر ده كده، شفتوا بقى البصل الاخضر بتاعنا المصري عنوان واساسي للمطابخ كلها. حتى لو هنعمل مطبق تلاقي الكرات المصري، من غير الكرات المصري ما بقاش مطبق، من غير البصل الاخضر ما بقاش مطبق. الاكله دي مشهوره طبعا في بلاد الخليج، في السعوديه، في الكويت، في الامارات، في كل الدول العربيه. مطبق بالخضار، مطبق بالبيض، مطبق باللحمه. دي كرنبايه حلوه كده، ناخد منها شويه. دي هتلاقيها في السوبر ماركات الكبيره يعني، او ممكن تلاقيها عند بتاع الخضار. شكلها حلو، تلعب بيها حاجات كتيره، ممكن تعملها جارنش، تعملها برزنتيشن بالشكل ده كده. شفت الشكل ده كده اهو، ممكن تغرفي مثلا، تعملي الشكل الدائري ده كده وتغرفي جواه الاكله وهكذا. بس حبينا نشرح التفاصيل عشان لما هتجيبيها خلي بالك ممكن تعداد الاستخدام ليها كتير قوي. هنقطعه كده، ده مفيد جدا. حلو، كل ده خضار للفراخ يا شيف. الصورة الحلوة بتتحدث عن نفسها. معانا خاص بلدي والبلدي يوكل اهو، بجد يا شيف.
شفتوا الخس البلدي غير الكابوتش على فكرة. الخس البلدي لما نشوفه ده يعني حاجة طعمه ألطف بكتير وأحسن بكتير من الخس الكابوتش. هندخله النهاردة في طبق الفراخ بتاعنا. احنا بنغير مدرسة الطهي. ان انا ادخل خس وخيار دي حاجة جديدة. طبعا بالنسبة لحضراتكم او لكل الامهات اللي بيتابعونا في الريف المصري والصعيد المصري اللي بوجه له تحية كبيرة، تحية حب على قدوم السنة الجديدة السنة الميلادية 2024. يا رب تكون سنة سعيدة وسنة خير وسعادة وامن وسلام واستقرار على مصر ام الدنيا. اخبار الفراخ ايه؟ هو ده. بص لي عليها بالله عليك مخرجنا، بص لي على الفراخ اللي خدت نشا وبياض بيض. بص اهي شفت الحلاوه دي؟ ايوه جمبري. ايوه شفت الفراخ بس بياض البيض ونشا خلتها لك كريسب وخدت اللون ده، عامله زي اللوز او عين الجمل، سوري الكاجو. هو ده بس خلاص. طاسة هنا شديدة الحرارة، قليل من زيت الزيتون. حلو. الأخبار تمام. مكعب زبدة، أنا حب الزبدة مع التشاينيز، هم بيستخدموا الزبدة. كمان واحد، كمان واحد. معانا تشكيلة الخضار الحلوة. في حاجة مهمة جدا، البصل بتاعنا الجميل. شيل دي من هنا، مضايقاك أنا عارف، نفسك تقول لي شيلها ومش عايز تضايقني. هناخد البصلة الحلوة دي كده. يلا بينا على النار. شرايح، جوليان، سلايز، مصطلحات مالكيش دعوة بيها. ننزل بقى هنا. الله. يتقدمهم البصل بتاعنا. حلو. الله. اي مطبخ في الدنيا في العالم تقول لي صيني، تقول لي طلياني، تقول لي خليجي، تقول لي مصري، تقول لي ياباني، هندي، ماليزي، مكسيكي، البصل ثم البصل ثم البصل ثم الثوم اختياري. بنقلب. شفت البصلايه الحلوه رايحه جايه ازاي؟ مكعب زبده، معلقه زيت رايحه جايه زي الفل. التقليبه الحلوه دي كده. اخواننا في الصين في اليابان ما يعرفوش حاجه على حاجه اسمها طواجن او تسبيكه. على طول شو يعني الاكل ما بيقعدش على النار اكتر من 10 دقايق. حلو الكلام، دي قاعده عنده. ان بقى نسبك طماطم وبولونيز والطواجن دي ده ثقافتنا عادي ولازم تحترم ولازم ان احنا نحبها. يعني احنا بنتكلم على مطبخ من المطابخ ولازم نحترم اي مطبخ لان دي ثقافتهم والاكل ثقافه. خلي بالك. بصلايه على النار. هناخد الخيار. شفت بقى اهو اهو هو ده. ناخد الجزر. هو ده. ناخد البصل الاخضر. هو ده. كل ده مع بعض. اخر حاجه هنزل بيها الخس البلدي مع الكابوتشا. نقلب ده كده. لا والله الشكل حلو، هتلاقوه على الشاشه ده حكايه. زي ما قلت لحضراتكم وجود الجزر هنا بيلعب دور مهم جدا، بيدي لون، بيدي رونق، صورة حلوة، كمان فواتح شهية. نقلب كده. وأنا بقلب كده. حلو أوي. زي الفل. التقليبة دي مطلوبة. الفراخ بتاعتنا، إيه الأخبار؟ أهي بص على الفراخ، بص على الفراخ وهي نازلة، هو ده. التقليبة. يا عم الشيف ده انت وفرت علينا فيزا، دي رقم واحد. رقم اتنين تذكرة مش عارف سعرها كام دلوقتي. رقم ثلاثة غربة. ربنا يكفيكم شر الغربة. حلو الكلام؟ يعني سفر، يعني ايه؟ نسيب الأولاد عشان نروح ناكل أكلة زي دي كده. شفت الحلاوة دي كده؟ هو ده. معانا حليب جوز الهند. هما بيستخدموا بعض المطابخ بتستخدم صودا، مية صودا. أنا بستخدم شوية حليب جوز الهند هنا وأسيبهم على النار تاخد غلوة مع إضافة الكابوتشا بتاعتي والخس البلدي بتاعي ونقلبها لحضراتكم كده وتبص عليها. شفت الحلاوة دي؟ شفت الجمال ده كده؟ يلا بين لي حلاوتك.
لما الكرومب الافرنج ده والكابوتشا مع الخس يتعرض للحراره هتلاقوه زيه زي الخيار وزي الكوسه سوري وزي الجزر قليل، بس هو باين دلوقتي كتير لانه لسه ايه ما سخنش. خلونا اقلب فيها كده لان دي لازم نقلبها كتير ولازم تبقى نار شديده ونار مباشره. المطبخ الصيني ما بيستخدمش النار بتاعتنا اللي هي النار الكهرباء دي او التاتش البوتاجاز، بس احنا طبعا ممنوع نجيب نار هنا اللي هي النار العاديه او الانبوبه يعني او الغاز، فاحنا بنشتغل على نار كهرباء. فعشان كده نتكبر الصوره وهشتغل انا في التقليب بتاع زي ما انا شغال كده، وناخد بعضينا ونطلع فاصل صغير. بعد الفاصل هنرجع نشيف النودلز بتاعتنا مع الخضار، كمان البروكلي بتاعنا بالسويت اند صور هنشوف نقدمه ازاي بشكل جديد وبصوره جديده. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، ولما بقول الصورة الحلوة تعني مليون كلمة بتفاصيلها على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية مش من فراغ. يعني طبيعي لازم تكون الصورة حلوة فيها شوية خضروات من خير أرضنا، إذا كان الجزر، إذا كان الخس البلدي، الخيار، كابوتشا مع فراخ اتعملت بتكنيك عالي من الخبرة، بياض بيض. شفنا إزاي دي هتحتاج لشوية مية، وحطينا عليه كمان صويا صوص وحطينا عليها نشا، دي الفراخ، وبعدين حمرناها في قلب الزيت. شفت ازاي؟ ونقلب كده. هتحتاج مني كمان شويه صويا صوص، هتحتاج لي شويه فلفله حلوه، اكل هيتلم العيله كلها. حلو، ونقلب كده. شفت الجوده؟ بس خلاص. الله، ايه الحلاوه دي يا عم؟ سبايسي والله عايزاها سبايسي، دي بتاعتك هي لغايه دلوقتي مش سبايسي. ممكن تجيبي فلفل حار وتقطعيه عليها عادي. خلينا نغرفها مع بعض. دي عدلها يا اما رز ابيض للامانه، ولازم يكون رز مصري مش بسمتي. حلو، رز ابيض عادي يتسلي خالص من غير ملح، كمان ملح قليل جدا. واما نقدم معاها بطاطا بوري، وده اختياري. معانا بطاطا بوري عشان الاطفال الحلوه تحب الاكله دي. تعالوا نقدمها مع بعض كده بطريقه حلوه. ناخد البطاطا دي كده اهي، يعني مش عايزين نحط هنا بقى لا حليب ولا زبده، نكتفي كده بس بالبطاطا. يبقى هنا الوجبه بتاعتي كامله متكامله. يا اما تقدميها في طبق زي ده حلو كده، يا اما تمسكي البطاطا دي تعمليها دايره حلوه وتحطي في قلبها اللحمه، تبقى شكلها لطيف وحلو لان كمان الشكل مطلوب. ناخد الفراخ بتاعتنا الحلوه دي كده، نبص عليها الاول. الله، شفت الحلاوه دي كده؟ ممكن تحط عليها كاجو في التقديم، ممكن تحط عليها سمسم، اختياري برضو حسب الرغبه. الله الله على الجمال، الله على الصورة الحلوة. وجود البصل الأخضر، الخس البلدي، وريحتك وقفتك من المطبخ. ما جبناش بقى كرومباية وقعدنا نلف محشي خالص، عايزة كرومب فيها. نعم يا غالي، ممكن نعملها باللحمة عادي، شرايح لحمة بديلة للفراخ، اختياري برضه، وده اختياري حسب الرغبة. أنا عاجبني أول خيار فيها والبصل الأخضر والخس البلدي. الله، صيني ولكن بخف الدم مصري. هما بقى بيستخدموا بعض الماتيريال، إحنا ممكن هنا مش بنستخدمه عادي. شفت الطبق ده كده؟ هو ده زي الفل يا عم الشيخ. ده عايز شوية كاجو ممكن، شوية سمسم ممكن، اختياري برضه. اوف 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 اوف، شفت ازاي؟
الجرنش ده مطلوب والبرزنتيشن مطلوب. رش السمسم، الف هنا وشفاء لليقظه. ده نخليه هنا كده معانا عشان عايز اعمل نودلز دلوقتي سريعا كده مع بعض. مقاديرها على الشاشه، نخلي ده هنا زي الفل. مقادير النودلز كالاتي: معانا مكرونه صيني، معانا طاسه شديده الحراره. الله، تعالوا نشوفوا نعملها مع بعض ازاي. هنقطع شويه خضار. حاضر يا غالي، نزلها لك هنا. عينيا الف انا وشفا. معانا طبعا بصل، ومعانا فلفل الوان، ومعانا شويه جزر، ومعانا برضو شويه خضره لطاف اذا كان بصل اخضر او كرنب احمر. تعالوا نشوفوا نعملها مع بعض ازاي بطريقه سهله وبسيطه. اهم حاجه الطاسه تسخن معايا. المكرونه دي مش تاخد وقت كبير. ناخد الكرنبايه دي كده، كرومبي مع النودلز. تستغربيش اللي خلانا نحط خيار ونحط خس بلدي، دي حاجه حلوه. طبعا بوجه تحيه كبيره لاخواننا في الريف المصري والصعيد المصري من خلال شاشه القناه الاولى، ان احنا نغير من ثقافه المطبخ شويه. مش ان احنا يعني نبهدل محشي الكرومب وورق العنب والطواجن والرز لا، يعني نستخدم ماتيريال شويه مختلف في بعض الاكلات، لان عندنا الاطفال في البيت وعندنا الشباب في البيت ربنا يخليهم لنا اكيد بيتابعوا السوشيال ميديا وبيشوفوا بعض الاكلات، فعندهم مامتهم تقدر تعمل اي حاجه. وطبعا لما الام تشتغل في المطبخ غير الشيف، هي طبعا ما فيش لا يعلى على نفس الام وايد الام وبركه ايد الام في عمايل الاكل. باخد الكرنبايه الحلوه دي كده، التقطيعه هنا هتختلف بقى. اقطع كده رفيع كده بالشكل ده كده. ليه يا عم الشيف؟ علشان تبقى مع النودلز شكلها لطيف. كل دول مع بعض. ملاحظين استخدامي النهارده للخضار كتير قوي. حلو قوي زي الفل. معانا بصلايه صغيره. طبق المكرونه ده صحي 100%. باخدها برده شرايح كده، ومعايا فص توم حلو. وتعالوا مع بعض نروح على النار انا والمخرج الجميل زي الفل. السبايسي شويه برده مطلوب في طبق المكرونه. مع بعض يلا يلا بينا. هنقف على النار هنا، درجه الحراره عاليه لازم. طاسه كده، شوف انا هشتغل ازاي. دي معلقه زيت صغيره، ببدا احط معلقه فلفله حلوه. شفت الجو ده كده؟ الله، ايه الحلاوه دي يا عم الشيخ؟ هو ده. وابدا انزل بالخضار بتاعنا، الكرنب الاحمر. الله على الريحه. بنزل بالفلفل ده كده والبصل. يلا بينا. تغيير يعني. طبعا احنا واخدين على ان احنا بقى نعمل الاكلات تخش الفرن تتسبك والجو ده كده، عشان بقول يوم تغيير في الاسبوع. نقلب كده. شكل الخضار في قلب الطاسه يفتح النفس. الالوان وده كله من خير ارضنا، يعني ما فيش بقى خضره مستورده والجو ده خالص. كل ده موجود، هتلاقيه صيف شتاء. التشويحه دي على النار. حلو الكلام. صويا صوص شويه. طالما حطينا صويا صوص ما نحطش ملح. مكعب زبده. حلو. شويه حليب جوز الهند. حلو. ماء مغلي. بس خلاص. وننزل بالنودلز بتاعتنا. ايا كان بقى نوع النودلز او سعرها ايا كان، ممكن تحط سباكيتي عادي مفيش مشكله، مش هتقول لا.
سباكيتي عادي بتاعتنا اللي انت بتعمليها بولونيز او بتعمليها بشاميل، ممكن تحط النودلز بتاعتنا البيضه الحلوه ديت، مفيش مشكله. دي اللي مستورده للامانه، دي مش هتلاقيها غير في كيس كده شفاف برضو، مكتوب عليها المنتج ومكتوب عليها التاريخ، هنحطها كده. دي مش ما يفرقش على فكره بقى في ديت ان احنا نحطها والشوربه بتغلي او الميه بتغلي، عكس المكرونه خلي بالك. نحطها كده ويلا بينا نطلع فاصل صغير بس خلاص، وتسيبها تاخد غلوه على النار. هنرجع بعد الفاصل معانا حبايه بروكلي حلوه عايز اقدمها بشكل جديد حلو النهارده، هيعجب حضراتكم ان شاء الله. نشوف هنعملها مع بعض ازاي، بروكلي بالسويت اند ساور بتاعنا. نعم يا غالي، يلا هنطلع فاصل صغير، اوعى تروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. فعلا النودلز شكلها لطيف وحلو، تشكيلة الخضار اللي موجودة فيها بتفتح النفس، تغيير، رسالة لكل اللي بيتابعونا في الريف المصري والصعيد المصري عايزين يقدموا طبق جديد. شفت النودلز بعد ما استوت اهي، دي مكرونة معمولة من دي الرز اهي، لونها شفاف في قلب الخضار شكلها حلو. الكرنب الاحمر هنا اداني لون في قلب النودلز بتاعي، الله على الريحه الحلوه. كل ده مع بعضه يا عم الشيف، اقلب كده، لازم النار تكون شديده، المكرونه ما بتاخدش وقت كتير في السوى عكس الاسباجيتي او البنه اللي احنا عارفينها. تقل بيها كده، تعالوا طبق التقديم بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. مخرجنا الجميل، فريق العمل الجميل، تعالوا نشوف مع بعض معانا بروكلي نعمله النهاردة بطريقة جديدة بقدوم سنة ميلادية جديدة 2024، عام سعادة، هنا، رزق، خير، أمان على كل اللي بيتابعونا وبيشوفونا. هنقدمها النهارده على شكل وروح السنه الجديده، تعالوا نشوف هنعملها مع بعض ازاي. مقاديرها على الشاشه، حبايه بروكلي لطيفه، شويه حرنكش او ذره صفراء، يعني الحاجات التفاصيل، طماطم شيري، انا هنا بختار حاجات كده روح الشجره الكريسماس اللي احنا عارفينها، حلو الكلام. وعنا عسل نحل، فين العسل؟ ويجعل ايامنا كلها عسل وسنه عسل. ومعانا الصويا صوص، ونشوف نعملها مع بعض ازاي، حلو الكلام. يلا بينا. اخبار المكرونه ايه؟ عايزين نغرفها كده ونخلص منها عشان عايز النار الشديده دي. يلا بينا. هناخد المكرونه نغرفها، الله. لا وبعدين مش جو اللحمه المفرومه اللي احنا عارفينه بقى، لا الصوص هنا مختلف، وجود حليب الصويا مع معلقه النشا اكيد لطيف وجميل. الله، ايه الحلاوه دي يا عم الشيخ، ايه الجمال ده، حلوه. تمام، عندنا ميه بتغلي على النار، ونحط في الميه دي شويه ملح، حلو. يعني انا هعمل حاجه كده يعني سريعه، الاطفال ممكن يعملوها في البيت، او البنوته الحلوه اللي بتخش تساعد ماما عادي. نعم، حاضر يا غالي، عينيا، عايز الاكل جنب بعض. هجيب لك الطبق الحلو ده كده هنا، يعني الله، هو ده يستاهل. تمام، تعالوا شوفوا نعملها مع بعض ازاي. هاخد حبايه البروكلي الحلوه دي كده، تفاصيلها دي، اسلق البروكلي ده بعد ما انا عملته زهره كده في صوص بالشكل ده كده في الميه اللي بالملح، بجهز ميه مسلجه أو مية فيها تلج، حاجة في متناول الجميع يعني. ده للأطفال الحلوين. ناخد البروكلة دي كده،
واخد الراس بتاعه البروكلي كده زي الفل. الحمد لله لا تقلق ان الله معنا. حط الراس دي هنا كده حلو. البروكلي هنا اخباره ايه؟ يتسلق. حط شويه كمان حاجه كده جت على بالي. وبعدين الصوره الحلوه دايما لما الواحد بيتخيل حاجه وهو بيعملها فبتطلع حلوه. يعني ايه يا عم الشيف؟ يعني عايزه تعملي صوره حلوه، عايزه تعملي طبق حلو، لازم وانت بتشتري المشتريات زي ما انا عملت كده تتخيليه. هناخد البروكلي ده بعد الغلوه الحلوه دي كده ونحطه في ماء مسلق طبيعي بعد الغلوه. شايف الخضار ده كده؟ في ميه ساقعه على طول ينزل هنا كده يبرد شويه. هناخده نرصه دلوقتي رصه حلوه واحنا واقفين بالسله مع بعض وبنجهز نفسينا لسنه جايه خلاص بعد ايام معدوده. حلو؟ نشوف نعملها مع بعض ازاي. هنرص البروكلي ده حوالين جذع او راس البروكلاية تبقى لك الشجره بتاعت الكريسماس اهي، واحنا بحبه بروكلي ومعانا الحرنكش بتاعنا عشان تعرف فايده الحرنكش. على فكره فوائده الغذائيه عاليه جدا كمان في الجرنش والبرزنتيشن مهم جدا. اللي هينور الشجره هو والذره الصفراء مع الطماطم الشيري. اظن تخيلت الشكل، تخيلت الموضوع. اه حاضر يا فندم. بيزعجوني والله، يقول لك دقيقتين يا شيف، ثلاث دقايق يا شيف. اه شفت الجو ده كده اهو. جو حلو. ده الكرنب، ده قصدي البروكلي. خدت شكل حلو اهو. ايه رايك؟ تخيلتيها معايا؟ اه تخيلتها يا شيخ. تسلم ايدك، وفرت عليا اشتريها بالشيء الفلاني. اه عملت. حاضر شيل دي هنا. عايزك تجيب لي تفاصيلها بالله عليك، انا عارف انك مخرج شاطر. شويه الذره الصفراء دول كده حلو. نحط النجمه دلوقتي فوق، نحط الحرنكش. شفت الموضوع سهل ازاي؟ اه تفاصيل صغيرة وثلاثة تعريفة اهو. نيجي على الراس دي، مش عايزين نبين تفاصيلها كده بالشكل ده كده. شفتي طماطم الشيري ده؟ شوف نورت ازاي اهو. ايه رايك كده بقى؟ الاولاد هيفرحوا بيها، جوزك اول واحد هيفرح بيها. اقول لك والله يا مراتي انت شاطرة، عملت حاجة من مفيش، وفرت عليا. ده انت بنت حلال، انا عايز اقول لك الشهر ده مزدوين. اه شفت الجو ده كده. هنجيب نعمل النجمه، معانا وقت نعمل نجمه؟ نعمل نجمه، ما وراناش حاجه. يلا اخوات اعمل جزرايه كده حلوه، اجيب جزع شجره حلوه كده، شيل ده من هنا. فكره لطيفه. عيني. حاضر يا فندم والله العظيم حاضر، هجري دلوقتي اهو. نعمل نجمة ازاي؟ هي دايرة اعملها نجوم كده. تفرق كتير جدا اهو. احنا مع بعض بسرعة، حاكمني الوقت معلش اهو. مش عارف تيجي معايا نجمة ولا لا. حاضر يا فندم والله اسرع. حاضر هجري. ده كله انت في مطبخك عادي اه، ونحطها بالشكل ده كده. حاجه لطيفه اه، جميله اه. شفت ازاي شكلها؟ شكل حلو
اللي باين على الشاشه، جيبوا لي على الشاشه كده والنبي وروني مجهودي يا شباب، انتوا جايبين ايه؟ جيبوني انا هنا حبايبي سادتي. ايوه هو ده. الله، حلقتنا النهارده تفاصيلها صغيره ولكن المعنى كبير والطعم جديد. تقدري تعملي اي فكره، اي شكل حلو انت حباه، اي تعبير، اي حاجه جواكي تعبري عن حبك للشيء اللي بتعمليه، عن استقبال يوم حلو، مناسبه حلوه، بتفاصيل صغيره بمكونات الاكل اللي عندك. هي دي الرساله اللي عايز اوصلها. لينا برضو افكار تانية احنا مع بعض ان شاء الله. رؤية فن ابداع بنشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من ماس بيرو. We'll be right back.